مع زميلنا مجدي الشربيني ومعاه كل من كابتن احمد صلاح مدرب نادي لافينا والكابتن محمد حسن مدرب نادي ابو قيل الاسمده. سريعا ليك زميلي كابتن مجدي لك الكلام. مجدي الشربيني اسمعني. بنقل تحياتي لحضرتك من هنا من استاد الاسيوطي حيث لقاء فريق لافينا وابو قير للاسمده، ابو قير اللي حضر الى ارض الملعب منذ حوالي ساعه وكان مبيت هنا في داخل منتجع الاسيوطي. فريق لافينا اللي النهارده الصبح كان عندهم محاضره بتقنيه الفيديو شرح الكابتن عبد الباقي جمال كل ما يخص امور فريق ابو قير، ماذا عن استعدادات كل فريق؟ معي الكابتن احمد صلاح المدرب العام لفريق لافينا. كابتن احمد، يعني استعديتوا ازاي لهذه المباراه؟ وهل الغيابات النهارده ممكن تكون مؤثره على هذا اللقاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بنرحب بتيم ابو قير. لا، ما فيش حاجه اسمها غيابات مؤثره، احنا عندنا الحمد لله عندنا تيم كبير. استعددنا بعد الماتش اللي فات، قفلنا ماتش بترول اسيوط واشتغلنا على ماتش ابو قير طول الاسبوع مستعدين. انت حضرتك طبعا عارف الجدول دلوقتي ونتائج امبارح والنتائج اللي هتبقى النهارده، الجدول بقى صعب جدا، الماتشات شبه كؤوس خلاص. العشر فرق اللي عايزين في المقدمه او العشر فرق كلهم لغايه مثلا ال 14 او ال 15 المسافه قريبه، فالله يكون في عون اللعيبه الاستريس اللي عليها. ربنا يكرم. احنا على المستوى الشخصي وكابتن عبد الباقي والجهاز كله ورئيس مجلس الاداره مستعدين وفي تحفيزات الحمد لله ان هو ده ماتش على ملعبنا ان شاء الله باذن الله يكون عند حسن ظن الناس باذن الله. ماذا عن فريق ابو قير؟ معاك كابتن محمد حسن المدرب لفريق ابو قير. كابتن محمد، في ظروف صعبه جدا بيمر بها ابو قير، النهارده بتلعبوا من غير الكابتن ايمن والاول مباراه معاكم الكابتن محمد عطيه، استعديتوا ازاي وايه اللي قلتوه للعيبه بعد تغيير الاداره الفنيه؟ طبعا في البدايه انا بحيي استوديو اون تايم سبورت اللي عامل تغطيه ممتازه جدا لدوري المحترفين وكل الكباتن الكبار الموجودين في الاستوديو. ثانيا فعلا احنا النهارده يمكن مش معانا الكابتن ايمن المزين مع الفرقه او على الدكه، لكن طبعا كل ده شغل الكابتن ايمن، الفرقه هو اللي مجمعها، فتره الاعداد الكبيره اللي كان عاملها، الماتشات الكبيره اللي عملناها الفتره اللي فاتت. يمكن احنا مقدرين جدا ان احنا الفرقه مش موجوده في المكانه المناسبه ليها، مركزنا في الجدول المفروض يبقى احسن من كده بكتير. كل المتابعين للفرقه والمتابعين للاستوديوهات التحليليه يمكن بياكدوا ان الفرقه بتعمل اداء هايل جوه الملعب على مستوى الاستحواذ على مستوى صناعه الفرص. لكن خلينا نتكلم عن استعداداتنا لمباراه لافينا. احنا درسنا فرقه لافينا بشكل كويس جدا، كل حاجه عملناها لفرقه لافينا، مفاتيح لعبهم قدرنا ان احنا يعني نحط الفرقه في حاله ان شاء الله ربنا يكرمنا ونطلع بثلاثه بوينت. عندك غيابات مؤثره النهارده؟ عندنا غيابات كتيره مؤثره النهارده طبعا. يعني عندنا احمد راشد مش موجود، عندنا النهارده ابراهيم جلال برده مش بكامل حالته او لياقته فهو موجود على الدكه، لكن احنا واثقين في كل اللعيبه اللي موجودين في الملعب ان هم يعملوا اداء هايل ونطلعوا بالثلاثه بونت باذن الله ان شاء الله النهارده. شكرا كابتن فتح الله. اما عن الملعب فحضور جماهيري كبير من قبل فريق لافينا، طبعا ما فيش حضور جماهيري لفريق ابو قير للاسمده، الجو معتدل، نتمناها مباراه ممتعه. والان عوده من جديد الى الاستوديو التحليلي واستاد مصر، والكلمه ليك كابتن فتح الله من هنا من استاد الاسيوطي، اتفضل حضرتك.